والله واضح انه لما انت بتشوف نخبه من شبابنا ومن بناتنا اللي بتطوعوا في شوارعنا في مؤسساتنا في حاراتنا ما يمكن ان ندعيهن على مبنى البلديه ونشكرهم باسم كل اهل سخنين، لانه دائما في الماضي قلنا انه بلدنا دائما بتفخر بالشباب المعطائين، الشباب اللي عنده روح التطوع وروح المحبه لهي البلد. ففي النهايه الحمد لله بنشوف نخبه من هاي الشباب اللي بتقول انه احنا مستعدين وكل النهار اشتغلوا، فيعطيني العافيه. وهني المثل الاطيب لكل شاب اللي بيقول شو انا اعطيت لبلدي، واضح انه هني اعطوا ورحين يعطوا كثير ان شاء الله في المستقبل.